السلام عليكم. انا درت هذا الفيديو باش نشكركم. انتم اصحاب الفيسبوك، انتم اصحاب الصفحات اللي بارتاجيتي والفيديو ديالي. كنشكر اي واحد على التعاطف ديالو معايا، كنشكركم على التعليقات ديالكم، على الرسائل ديالكم. فعلا راكم وصلتوا لي الصوت ديالي وانا لقيت الشنطه ديالي. كنشكر السي محمد بحاج على التواصل ديالو، على التواضع ديالو، على الكلمه الطيبه اللي فعلا ساعدني وتبع الملف معايا شخصيا حتى توصلت بالامانه ديالي. كنشكر السي مدير المطارات القندوز على الاتصال ديالو اللي اتصل بيا وطلب مني معلومات، ومن بعد ساعه كيعاود الاتصال بيا وكيقول لي انا لقيت لك الامانه ديالك وان شاء الله الطياره اللي جايه غادي نصيفطها لك. كنشكره بزاف. فعلا انا توصلت بالشنطه ديالي. غير واحد الملاحظه، الشنطة ديالي فيها جوج ديال لي تيكات، فيها التيكي القديم وفيها التيكي الجديد باش صيفطوها ليا. التيكي القديم اللي هو هذا كامل ممسوح، ما فيه حتى شي حاجة، كامل تمسح. هاد التيكي هذا لما تمسح بشي حاجة كيميكال راه ما كيتمسحش. هاد التيكي هذا لما تمسحش بشي حاجه كيميكال راه ما كيتمسحش، يعني يقولوا راه ما لقيناش السميه ولا ما لقيناش هذا، هذا راه عن عمد ممسوح. وهذه التيكي اللي باش توصلت بها دابا، ها هي، واخا نقي نمسح فيها راه ما غاديش تمسح. كنبغي نشكر الشركه اللي سافرت معاها حيت ما سوقاتش ليا. فعلا كنبغي نشكرها على هذا الدرس اللي عطاتني في هاد الشهرين اللي عمري ما غادي ننساه. السلام عليكم، وشكرا لكم انتم اصحاب الفيسبوك اللي وصلتوا الصوت ديالي.